يعود الفضل في اختراع اللقاح إلى الطبيب والعالم البريطاني أدوارد جينر 1749-1823، والذي أطلق عليه أبو علم المناعة، فهو أول من اخترع لقاحاً لمرض جدري البقر، المرض الذي كان سبباً في موت الآلاف. تم تعيينه كطبيب خاص للملك جورج الرابع، ووضع ضمن قائمة أعظم 100 شخص في بريطانيا. تعمل اللقاحات من خلال وسائل الدفاع الطبيعية للجسم على مقاومة عدد من الأمراض وتقوية مناعة جسم الإنسان من خلال تدريب اللقاح للجهاز المناعي للجسم. تحوي اللقاحات على أشكال ضعيفة أو ميتة من الجراثيم مثل الفيروسات والبكتيريا، بحيث لا تسبب المرض، ويبقى لدى الجهاز المناعي نسخة منها كي يستطيع التعرف عليها إذا هاجمته هذه الفيروسات أو البكتيريا مرة أخرى.